حضرتك متابع جدا للسوشيال ميديا بطريقه طبيعيه وبتعلق كتير جدا على مواقف. حلو حلو. محمد رمضان من فتره خد الدكتوراه الفخوريه من لبنان، تمام؟ حضرتك بعدها علقت قلت ان حضرتك حتى حاجه من بامبوزيا على الفيسبوك، يعني على سبيل المداعبه. بمين؟ على محمد رمضان؟ ما اعرفش. ما اعرف. طب وبرضو المشكله سؤال بحيارك بقاله سنين، ده لا مش سنين. طيب برضو سؤال تاني معلش. اتفضل. دلوقتي حضرتك برضو تابعت مشكله حاله شيحه مع تامر حسني على حكايه الكليب؟ اه. المشكله حصلت على السوشيال ميديا. كليب ايه؟ الفيلم مش انا، لما قالت شيل الكليب وحد شيل الكليب يعني لما هي اعترضت. تعالى هنا نتكلم. لا ما حضرتك او اي حد في الدنيا اتحجب زي ما انت عايز، مسافر ما تقولش الفن حرام. انا كنت لسه هتكلم بقى على النقطه دي. بس اتحجب زي ما انت عايز، اتحجبي زي ما انت عايز، اعملوا اللي انتوا عايزين بس ما تقولوش الفن حرام. يعني خلاص انت فصلتي من الناس اللي اشتغلوا معاكي وزمايلك على مر السنين اللي عملوكي نجم، والجمهور اللي عملت نجم جاي النهارده، تبقى انت حاجه وهم في حته وحشه كده. يعني احنا انا خلاص اتحجبت، انتوا ناس مش كويسين. لا لا لا، ولو انا ما ردتش لازم غيري يرد، لان ده عيب. ابوها نفسه رد. شكرا.